تعالي بقى نقول ان التكريمات مستمره طول الاسبوع. احنا الاسبوع اللي فات قلنا لكم ان كان في تكريم لفريق الفولي والهاندبول والباسكت، بنات واولاد كلهم خدوا البطولات. الاسبوع ده كمان بقى كان في تكريم لكره الماء، فريق كره الماء بالنادي الاهلي زي ما احنا شايفين اهي اللقطات معانا. كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي حرصوا على تكريم لاعبي الفريق الاول لكره الماء وجهازهم الفني والاداري والطبي على حصاد الموسم اللي احنا فيه ده، فادوا بثلاث بطولات: الدوري والكاس وبطوله السوبر او بطوله كاس مصر لكره الماء، حقيقه يعني البطوله كمان بتاعت الكره الشاطئيه، دول الثلاث بطولات اللي خدوهم، وده انجاز كبير جدا. اشاد كابتن محمود الخطيب بما قدمته منظومه الفريق من اداء مميز وروح فنيه ساهمت في تحقيق الفوز بالعلامه الكامله وعدم خساره اي مباراه خلال الموسم الاخير. وقال كابتن محمود الخطيب خلال كلمته ان الاهلي اعتاد على توارث القيم والمبادئ من جيل لجيل، وان من يعرف قيمه النادي الحقيقيه يدرك انه لا يوجد مجال للتشبع من البطولات، وان المسؤوليه اصبحت مضاعفه للحفاظ على ما تم تحقيقه من انجازات وكتابه المزيد من التاريخ. وشدد على ضروره التحلي بشخصيه الاهلي وروح الابطال لحصد المزيد من الالقاب، وكانت الانجازات الفرديه كمان من خلال التركيز على التركيز الشديد وتحديد طموح النادي الاهلي على ان هو يفضل افضل نادي في كل الالعاب. الحقيقه الموسم ده في الالعاب الاخرى مميز جدا، مميز جدا، يعني تقريبا مفيش فرقه ما خدتش بطولات كتير، يعني اللي وقع منه بطوله ولا حاجه ده كده وقع، فاهم؟ الموسم ده ما شاء الله كتير محققين الثلاثيه، كده اكتر من فريق داخل النادي الاهلي محقق الثلاثيه ما شاء الله. يعني بطوله افريقيا تقريبا معظم الفرق تقريبا خدتها، فبالتالي ده عبء كبير جدا على منظومه النادي الاهلي ان انت تفضل محافظ على ده، لان النادي الاهلي ما بيدورش على حاجه غير الفوز، وما بيدورش على حاجه غير ان هو يفضل جعان بالبطولات. دي شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي. نتمنى ان كل الفرق اللي لسه عندها بطولات زي فريق الباسكت كده النهارده كمان ان شاء الله يبقى ياخد خطوه لقدام ناحيه دوري السوبر، وان شاء الله كل الالعاب تفضل بنفس المستوى اللي تعودنا عليه وتعود عليه جمهور النادي الاهلي.